قصة برويها عن حلم اكتمل، جمعة عيلي وأطفال صغار، ميلادك ناطري عم بسمع صوت من بعيد حامل معه نور جديد. ويا ريت بهالعيد ولا قلب يبقى انه ماليش قلب اوقف صوتي. مساء الخير سمي. مساء الخير، كل عام وانت بالف خير. كل عام وانت بالف خير. شهر كانون اول صار لبعض الفنانين وكانه شهر الشغل، من ضمنهم سما شوفاني باخر كم من سنه، كيف عم بمرق عليك بما انه احنا صرنا في اخره؟ يعني هو شهر الفرح وشهر المحبه وشهر اللي فيه شعور كثير حلو، وبهالشهر عن جد كان عندي هيك سلسله عروض بما فيه كمان كريسمس ماركتس وكمان عرضي قصه العيد. كيف كان قصة العيد؟ كان كتير حلو، عرضناه 6 مرات، 3 مرات بالناصرة، مرة بحيفا، مرة بيافا، ومرة بترشيحة. هذا العرض وكأنه خلق من لا شيء، وفجأة نجح كبير ومدوي، مش سنة ومش يعني مش بالسنة الأولى فقط، وكمان مستمر. لهذيك السنة كنت عم بسمعه كل الوقت إنه سولد أوت سولد أوت سولد أوت. ليش الناس هالقد أثار اهتمامها؟ عرض بحكي على قصة دينية بنعرفها منيح. هو العرض مش عن انه مش كثير ديني، هو بيحكي عن قصة العيد وعن معنى العيد، الاشياء البسيطة، العيلة، الجمعة، هو عن هذا الموضوع بيحكي. هو بلش العرض بأغنية قصة العيد اللي اصدرتها قبل 3 سنين، وهذيك السنة عملنا لأول مرة العرض، عملنا عرض مرة واحدة. هاي السنة طورنا العرض وعملناه 6 مرات، وكان 6 مرات سولد اوت. انا بعدني مش مستوعب الاشي، بس عن جد فرح كبير. ليش؟ بعرفش ليش الناس حبت. يمكن الجمهور بيكون بالغين واطفال ولا اكثر؟ اطفال. الشيء اللي هيك اثار هيك، احنا تعجبنا من الشيء، حتى كنا نحكي انا وايمن بالموضوع انه الجمهور هو مش بس اطفال، انما كمان كان في ناس كبار بالسن وكمان شباب، يعني شباب بالثلاثينات بالعشرينات، اللي كمان اثر فيهن. وهذا الشيء الحلو بهاي المسرحيه انه كل شخص أجا حضر أخذ المسرحية لإله، إن كان طفل بالبساطة ببابا نويل بالهدايا بهاي الشغلات، وكان فيها معاني اللي هي حتى شخص ختيار جاي يحضر أو شاب إلا ما في إله يأخذ من هذا الموضوع. نحكي عن أمور عم بتقولي العيلة اللمة اللي هي بتلمس كل واحد فينا من جهة. أولا من وجه تحية لأيمن نحاس وعائلته، وكل عام وأنتم بخير يعني أكيد. كيف التجربة مع أيمن كمخرج؟ بتجنن. أول إشي هو كشخص كتير لذيذ، بس الشغل مش مزح جدي، وهذا الاشي اللي خلى الاشي هالقد يكون بروفيشنال. وعن جد كانت تجربة كتير حلوة ورائعة معه، أنا مبسوطة بهذا العمل وفخورة بهذا العمل. بالتنوع تبع الأسواق الميلادية، قد بتعتبري هاي منصة صارت مهمة للفنان في بلادنا؟ وقد شو بصير بتلاقينا بالجمهور هناك؟ يعني أي ردود أفعال عم تأخذي سواء في كفر ياسيف أو حتى في الشمال فوق؟ كان رائع، كانت تجربة رائعة، لأنه كيف ما حكينا هذا شهر الفرح، الناس بعد هذيك السنة وبعد الكورونا بدها تطلع وبدها تنبسط وبدها تفرح، فأنك تلتقي فيها وتغني وترتل معها وتسمع صوتها وتصيح معها وتنط معها، هذا هو الفرح. قد صار أنت كسما إسا أهون لك تتعاملي مع الجمهور؟ صار كتير أهون إلي الإشي، بتجربة أكتر،
صرت أعرف الجمهور أكثر، صرت أعرف كيف أتعامل معه، كيف أحكي معه. اختيار الغناني قديش هو مهم، إنك تختار غناني اللي كمان تنطيهن هني يشاركوا معك، ومن كمان من ناحية تانية أنت كمان تقدم الغناني. يعني أنا مثلا ببرنامجي بقدم غناني اللي هي إلي، اللي فيها اللي عن طريق هاي الكريسماس ماركت عم بعرف الغناني على غناني، بعرف الناس على أغاني سما. فهاي منصة شو طلع بده منك عصيرة أغاني سما؟ شو إيش؟ شو طلع بده منك؟ يعني شو بدك مني؟ الأغنية الأخيرة اللي أصدرتها والله مش عارفة شو بده مني. يعني طلعنا الغناية بس ما فيش عنا حل. ما فيش عنا حل. قد هذا المسار عم بيكون اليوم أهون كمان إنك تختاري أغاني خاصة؟ يعني كمان كتير سهل فنانين ينعرفوا بأغاني مناسبات معينة وفترات، ولكن سما عندها هوية بصوتها، واللي واضح إنه بدك تشقي طريق كمان مختلفة هناك. في صعوبات تانية أو كتير كتير صعوبات؟ إنه أول إشي إحنا عايشين بعالم بدون الفن صعب، عالم اللي فيه كتير تشوش، مين أنا، شو أنا، شو الهوية تاعتي، شو كوني أنا. فإنه أجي أنا أعمل خط أو جانر إلي هذا كمان بصعب أكتر وأكتر. وكيف ما حكيت كتير هوايين إسا أنا أطلع أعمل يوم برنامج لغناني وائل كفوري ولا لمغني مشهور. الأصعب إنك تبني خط إلك، وهذا الإشي، هذا الإشي اللي عم بجرب أسويه أبني. هناك بس شكراً. يعني شوية وقت وتجربة مثل ما أنت قلتي، ولا شك رح توصل شكراً. لهناك شكراً. هذا الشغف والطاقة اللي الحمد لله مش عم تنطفي، بس حافظ عليها لك. بدي أختم مع الجمهور، ولكن بدي بعدها نرجع لعندك نسمع أغنية هيك بمقطع منها منك. تمام. معك 3 ثواني تفكري. يلا. إذن مشاهدينا ومشاهداتنا، من جدد كمان تحيتنا لكم، وكل عام وجميع أبناء شعبنا في كل مكان بخير وصحة وسعادة، على أمل أن تعاد علينا هاي الأيام بس بالرضا واللمة الحلوة والناس المنيحة في حياة كل منا. نختتم بصوت سما شوفان. عيد الليل زهر الليل صوت العيد ضوء الليل موجي يا سما بالعنايد بألف خير.